أمين يا أسيف، الله يباركك، ونحن منتظرينك كمان أنك تكون موجود وتباركنا بصلواتك وتباركنا بكلمتك الحلوة اللي هي من الرب لإلك ولإلنا. بس حابة كمان خبرك خبر حلو، أنه تتذكر يا أسيف أنت زرت بلودان بزمانك، ما هيك؟ نعم، تتذكر بلودان اللي هي قريبة من منطقة الزبداني. الزبداني نعم. كمان مدينة منكوبة، دمرت صح منكوبة، تتذكر تمام. هلا انا عند بيت الاسيس فؤاد المصري بسلموا عليك، يعني عم يقشروا لي مشان انه بسلموا عليك، وبحب اقول لك انه المدينه رجعت الحياه لها، يعني المره الجايه ان شاء الله بس تجي حتزورها وحتشوف انه الحياه فعلا رجعت لها. واليوم كنا عم نحكي انه الرب خلى هالبلد فعلا قائمه، يعني موجوده بسبب صلوات المؤمنين. يعني ما بننسى انه كيف حاولوا جهدهم انه يدخلوا المدينه يحتلوها يدمروها، لكن كل الليل كانت الكنيسه ساجده بركبها وفعلا تراجعوا. ونحن بنعرف انه اليوم الحياه رجعت لهالمنطقه، رجعت لمنطقه بلودان، لمنطقه الزبداني فعلا المدمره، وبلشت الناس ترجع على بيوتها، ترمي من بيوتها. وبنشكر الرب انه المدينه بلشت تعيش الحياه وتتنفس روح الحياه، وبلشت كمان الخدمات كثير نشكر الرب واسعة فيها، خدمات الترميم، خدمات الصلوات موجودة بوضوح بهيدي المنطقة. اليوم دخلنا، أول ما دخلنا مختلفة تماما علينا وشفنا روح الحياة فيها. هيدي طبعا كلها بسبب صلوات المؤمنين وصلواتكم أسيس. يعني راح مرة ثانية أسيس فؤاد عم يقول لي بحب أنك تزورنا مرة ثانية إن شاء الله، مشان كمان نعمل نهضة بهيدي المنطقة حتى الرب كمان يتمجد أكثر وأكثر بهيدي المنطقة. أكيد باسم الرب يسوع. يعني الكهرباء رجعت، مش رح ننام على العتمة، ورح نستخدم الواي فاي والتلفونات وال يعني على كل. أنا قاعدة هلأ في كهرباء. طيب نشكر الرب. قاعدة هلأ ببلودان وفي كهرباء. لأنه بتتذكر لما رحنا على منطقة الأكراد كنا نستخدم التلفون يعني كضوء حتى صحيح. نقرأ من كلمة الله. وإذا بتطلع على الصورة هاي بتذكرنا كنا على حدود تركيا، وكان تركيا. في ايوه كان في ضرب اذا بتتذكري، يعني حتى يمنعونا نتقدم اكثر، بس كنا نصلي على الحدود هناك، ومجموعه حلوه من الكنيسه عم بتجيب لي ذكريات حلوه. على فكره من وراء هذه المنطقه بعتقد جبال طورس اللي هي بتبتدي بشمال صحيح. سوريا او عند تركيا، اللي بتصل إلى أقصى صحيح. الجنوب إلى بحيرات فيكتوريا في عند شلالات فيكتوريا في أثيوبيا. طبعا صورة حلوة. اتصلوا هي على حدود تركيا، اتصلوا في اليوم صدقني من منطقة المالكية وقالوا لي يا ريت الأسيس نزار والأخ زياد يجوا لعنا كمان حتى نعمل خدمة ونهضة حلوة بهالمنطقة، لأنه كمان نشكر رب إنه الحياة رجعت لإلها. وانا وعدتهم انه ان شاء الله نتفق المره الجاي انه نعمل حفل ترميم وتسبيح كمان بهيدي المنطقه وتتقدم رساله الرب بمنطقه المالكيه ومنطقه الجزيره السوريه. امين امين.